بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا، نستضيف معنا طبعا احد نجوم فريق شباب الوادي. اولا كابتن، نقول لك الف الف مبروك على الفوز، نتيجه كانت مستحقه بعد خساره في مباراه اولى. كيف شاهدت المباراه وفين ما كانت مراحل الصعوبه في هذه المباراه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيهم العافيه بلديه رابغ على التنظيم. يعني انا شاركت السنه اللي فاتت وكانت من افضل البطولات، وما شاء الله ما زالوا متميزين. بالنسبه للمباراه الحمد لله توفيق الله، هذا كنا مضغوطين بداية المباراة بلنتي، بعدين العيال حسوا بالمسؤولية لأنه لازم تفوز. أنت المباراة الأولى خاسر، فلازم تشد حيلك وتفوز. الحمد لله توفيق الله، سجلنا الأول والثاني والثالث، بعدين جاهم بلنتي وانضغطنا شوية وسجلوا هدف، بعدين رجعنا الحمد لله خلصنا المباراة. يعطيهم العافية، الفريقين كلهم كويسين، حتى الفريق اللي ضدنا كان مرة كويس، الله يعطيهم العافية. طبعا شاهدنا انه الفريق خسر في المباراة الأولى، وطبعا الخسارات دائما في الجولة الأولى تعرض الفريق للضغط بحيث انه لازم ينتصر في المباراة الثانية عشان يدخل في حسابات التأهل، ولكن نحن نتحدث عن التكتيك اللي لعب به المدرب في الشوط الثاني، ظهر فريق شباب الوادي بشكل أفضل، شخصية قوية كانت داخل أرضية الملعب، لذلك استحق انه يسجل هذه الأهداف. يعني حدثنا عن الأجواء بين الشوطين، يعني المدرب ايش الخطط اللي وضعها لتصبح المباراة بهذا الشكل؟ والله شوف، احنا جينا متأخرين بداية المباراة، حتى كانوا حيبدون المباراة واحنا ناقصين، وانت عارف اجواء رمضان والمشوار وزي كذا، بس الحمد لله بعدين بدا قاعد يتكلم مع اللعيبة ويغير، بدا ياخذ اريحية احسن من ما بدينا الشوط الاول. الشوط الاول كله نزلنا حتى بدون تسخين ولا شيء، لكن الشوط الثاني بدا يتكلم مع الناس وبدا يوجه وبدا يرتب العالم. يعطيك العافية يا كابتن، والف الف مبروك لكم، ونتمنى لكم التوفيق في القادم الايام. يعطيكم العافية، شكرا لكم.